المشكله ان المازوت الزاد دلوقتي اهو كده بقت عبء دلوقتي على المستهلك مش على صاحب المصنع. دايما العبء بيجي على المستهلك. لما تيجي حضرتك دلوقتي اهو تزيد 50% بيزيد على المستهلك دلوقتي، هتقول الناس هتعمل ايه؟ كده انا هبطل، انا راجل مأجر مصنع دلوقتي كده وهبطل سليم حضرتك. فطبعا دلوقتي اهو كده انا مبطل دلوقتي اهو، وغيري يبطل وغيري يبطل، 3 مليون عامل هيتشردوا سليم حضرتك. ال 3 مليون دولت وراهم 9 مليون هيعملوا ايه غير انهم يسرقوا الوقت اهوت ويقطعوا الطرق الوقت اهوت، وغصب عنهم مفيش اكل مفيش شرب مفيش موارد جايه لهم. بقول لك يا بقى، اذا كان اللي بيتكلم مجنون يبقى اللي بيستمع عاقل. اما الحكومه هي طلعت القرار ده وصاحب المال اللي انا شغال عنده هيقفل، انا اروح فين؟ يبقى قرار غلط. وانا ورايا بدل البيت اتنين، لان ابويا وامي ملزومين مني ومراتي وعيالي ملزومين مني. شوف بقى كم واحد زي حالتي انا كده. صاحب المصنع ما عندوش اي اشكاليه خالص، رفع سعر الطوب في المصنع، بالتالي الراجل اللي هيشتري الطوب من المصنع ما بيشتريش الطوب من المصنع، يبقى الطوب موجود في المصانع ما حدش بياخده. النهارده العمال اللي شغال باليوميه ما خلاص ما فيش شغل، المصنع او الفرن اللي بياخد الطوب اتملى طوب، الراجل اللي شغال هيشتغل فين؟ السواق اللي شغال باليوميه او عربيه شغال باليوميه ما بقاش بيشيل طوب. يبقى هنا الراجل العامل وقف، السواق وقف، البنا وقف، المحاراتي وقف، كل طائفه المعمار وقفت بسبب قرار اتاخد غلط.